تبعت الأمة العربية كلها أخبار مجزرة الحولة، وبكل ظلم وعدوان وتعدي وتآمر اتهموا النظام السوري. كان متوقع منه الحقيقة، ولأنه النظام السوري مهني جدا، ولأنه كل شيء محسوب عنده بالورقة والقلم، النظام ما سكت وكان رده علمي ومنطقي وعقلا. عمل تحقيق. طبعا لازم يعمل تحقيق، يعني مو متوقع ولا طبيعي من النظام السوري انه والله يرمي لك الكلام جزافا، انه مثلا عصابات ارهابية مسلحة ولا القاعدة. عيب، مو اخلاقنا بالمرة. المهم طلع معهم الاتي: وكان هدف العملية المسلحة التي طالت هذه المنطقة الغاء تواجد الدولة بالكامل لتحويلها لمنطقة خارجة عن سيطرة الدولة. تجمع المسلحون من داخل القرية بعد صلاة الجمعة وبدأ هجوم متزامن مدعوم من مسلحين ما بين 600 إلى 800 مسلح أتوا من مناطق مجاورة. أيضا إن قسم من الجثث التي تم عرضها على أنها جزء من المزرعة هي جثث للمسلحين قتلوا خلال هجومهم على قوات حفظ النظام. البعض بيقولوا انه شو صاير بسوريا، يعني شو نبعوا العصابات الارهابيه المسلحه؟ الحقيقه ايه، علماء المستحاثات اكتشفوا حوالي 7-8 بلوعات تعود لقدم الزمان عم ينبعوا منها العصابات الارهابيه المسلحه. ما في تفسير ثاني، والدليل القوي اللي استعملوه هو: تبين ان سبب المجزره نازم عن مرامي ناريه عن مسافه قريبه واستخدام الادوات الحاده، ولم يكن ناجما عن قصف مدفعي. لحلة، ما حبيتها منك ابدا. هل المقصود بانه الدليل انه المجزرة ما ارتكب النظام السوري هي انها ما يجرأ قصف؟ ليش لما عم بيكون قصف عم بيكون النظام السوري؟ انا كان فكرة انه كمان عصابات ارهابية مسلحة او القاعدة. ما حبيتها منك ابدا، هيك عم تخربط لي افكاري. بينما كان رأي الفنانة سوزان نجم الدين، لا حط لها الصورة الثانية. أيوة، كان الفنانة سوزان نجم الدين إنه أهالي الحولة هن اللي ارتكبوا المجزرة، ذبحوا أولادهم حتى يقلبوا الرأي العام ضد بشار الأسد. لقطية يا فهيمة، لو حتك عرفتيها. الحقيقة يعني على أي أساس؟ على أساس إنه منطقة الحولة هي عبارة عن مشفى مجانين كبير؟ هبلة أنت شي ولا عم تهبليها؟ تعرفي شو؟ يا ريت أمك وأبوكي كانوا من منطقة الحولة، كانوا ذبحوكي وخلصنا منك. فنان المجازر نتنياهو علق على مجزرة الحولة، قال انه مجزرة الحولة خلته يشعر بالاشمئزاز، عملت له عسر هضم، حرقة بالمعدة، هيك شيء، لانه انقتلوا فيه اطفال ابرياء وناس عزل. طبعا لازم تحس بالاشمئزاز كونه واخيرا طلع من نفسك. هلأ صحيح راحوا شهر كتير، ولكن الحمد لله رب العالمين انه الدم السوري ما عم بيروح هدر. الدول وقفت رجال واخذت موقف قوي، موقف يحكى عنه بالتاريخ. بالله، ليش شو عملوا؟ ايه طردوا كم سفير، شي هيك 10-11. على مهل ايه، يعني شوي شوي، ما تستعجلوا، استنوا لوقت ما ينقرض الشعب السوري ويصير مثل الديناصورات.